ياسين، لأنه ياسين هو الأخطبوط بونو، هو الأخطبوط بونو بونو بونو. النمر يتاهب، بونو 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 بونو. السدس صحراء، السدس محارب، السد الأطلسي بونو، السد الأطلسي بونو. لمسرحة الهلال، لمسرحة الهلال، لمسرحة الهلال. في كأس العالم وكأس الملك، بونو جالس رونالدو هنا. جانب المقابل مرتدة لمصلحة النصر، كريستيانو كريستيانو من جديد من جديد. ومرة أخرى ابن الصحراء وأسد الأطلس، أسد الأطلس ياسين بونو يتصدى لمحاولة كريستيانو رونالدو. من جديد يتدخل ليثبت للعالم، كل العالم، قيمة حارس المرمى، القيمة الكبيرة التي يجب أن يكون عليها حارس المرمى في التصدي في غاية الروعة. يأتي عن طريق حارس المرمى ياسين بونو. أمام من؟ أمام من؟ أمام كريستيانو رونالدو. في لقطة انفرد فيها الدون وكان قريبا جدا من الوصول إلى هدف التعادل. ما هو السبيل للوصول إلى مرمى الحارس بونو؟ كيف تشتق الصفوف وتصل إلى المرمى؟ كيف تولج الكرة في شباك الحارس بونو؟ كيف تسجل في مرمى الهلال؟ كيف تعود إلى المواجهة؟ كيف تثأر بخسارة بطولة؟ عادة في الجانب المقابل إلى كريستيانو في مواجهة كاليدو كوليبالي وكريستيانو. كريستيانو كريستيانو يا زين يا زين يا زين، هو عليك يا زين. المغربي مزيان بزاف في شوط المباراة الأول، المغربي مزيان بزاف في شوط المباراة الأول. يتصدى في المرة الأولى لمحاولة وتسديدة كريستيانو، وفي المرة الثانية. في كأس العالم وكأس الملك، بونو جالس رونالدو هنا. للعلم أعتقد ما سجل عليه ولا هدف. لا ما عاد ركلة الترجيح هذه. في حارس ينقذ أهداف، في حارس يجيب لك نقاط، لكن في حارس يجيب لك بطولات يا علي. بونو أكيد بونو هذا الموسم أنا بالنسبة لي جلب كل البطولات، اللي هو الرقم واحد في الهلال. أعطى كل المسؤولية اللي ليش جلب لهذه المواقف. حارس متمكن، قيمة كبيرة، خبرة، هدوء جدا كبير في المرمى، سواء في ضربات الجزاء في أثناء المباراة، ثقة اللاعبين، ثقة المدافعين كيف يتعامل معهم، نفس الشيء بشكل جدا كبير. المواقف الصعبة أو مثل هذه المواقف تحتاج مثل بونو. أنا يعني من الأشياء الكبيرة اللي اكتسبها بونو خلال مشواره في الدوري الأسباني، أعتقد جدا جدا واضحة في أثناء هذه المباراة. واحد والله أنا بالرأي، أنا كمهاجم أنا بعمل أساسيات المهاجم صح. يعني إيه مثلا؟ يعني أنا مثلا اتربيت من وأنا صغير إن الكرة بدماغي لازم أحطها في الزاوية المقابلة، ولازم أفتح عيني. ده تكنيك زي لعيب التنس لما بيلعب سيرف، صح؟ لو عمل التكنيك غلط أنا بعمل الصح، الجول كيبر شالها خلاص. طب واللقطة هذه؟ لا دي ياسين بونو جامد قوي فيها، وبص قافل الجول جامد يعني بصراحة ياسين يعني بصراحة. نعم فعلا تقول إن الحارس متمكن ويستاهل نجم المباراة. نعم ويستاهل حقيقة، يعني مثل ما قال الإخوان اختيار الحارس الهلال فعلا في وقت في مكانه. ولفيت ورجعت البونو مرة ثانية. أنا أشوف إن الهلال ما حضر اليوم للمباراة، اللي حضر بونو، سواء كل اللاعبين ما كانوا فيه. والهلال موقع مع بونو ليش؟ موقع البونو لأجل هذه الأمور الحاسمة. لا ثلاث بطولات بونو اليوم يثبت بونو إن القيمة الفنية العالية في دورينا، الأفضل في دورينا كأفضل لاعب، أفضل لاعب، أفضل تأثير، أفضل لاعب في الموسم، وأفضل تأثير
واللي جاب الدوري وجاب كاس الملك للهلال. انا اعتقد صحيح ان اللاعبين الهلال عندهم امكانيات، لكن اليوم مالكم ما شفناه، سالم ما شفناه، متروفيتش ما شفناه، حتى نيفيز، حتى كلوبالي، حتى البلاي اللي الهلال يعتمد عليه كل شيء. انا 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 يمكن من بدايه الدور الثاني وقلت بونو في كل مباراه يجلب، يحطك خطوه قدام في الانتصار قبل ما تنتهي المباراه. التوقيت المناسب لحارس المرمى ياسين بونو، بونو في مواجهات اخرى متكرره امام كريستيانو رونالدو، لعبوا ضد بعضهم البعض في اكثر من مناسبه وفي اكثر من بطوله، والتقوا في مجموعه كبيره جدا من البطولات، السوبر الاوروبي والمنافسات الاوروبيه والدوري الاسباني وفي بطوله كاس العالم، وعلى مستوى كره القدم السعوديه تواجهوا في عده مناسبات، واليوم بطولة أخرى تنضم لتلك اللقاءات التاريخية التي جمعت ياسين بونو باللاعب كريستيانو رونالدو في جميع المنافسات وعبر مسيرة اللاعبين في عالم كرة القدم. اليوم يأتي لقاء آخر يجمع ياسين بونو بكريستيانو رونالدو على أرضية الميدان، وإلى حد هذه اللحظة بونو ومن يمتلك التفوق في مواجهته مع فريق اللاعب كريستيانو رونالدو، ويمنع كريستيانو رونالدو من الوصول الى المرمى ومن تسجيل اول الاهداف. كره بصافره موجوده وخطا احتلال، هذا ياسين بونو، وكان لسان حاله يقول لماذا انا دائما يا بونو، لماذا انا في كل مره في كاس العالم في كاس الملك بونو جالس رونالدو هنا. ركله مرمى طالت على كريستيانو تحولت. طيب ليش لو توج الهلال؟ لان معايير الدوري السعودي من خلال عدد المباريات والاهداف المسجله، كره لمحاوله خطيره 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 لا زالت مستمره وقائمه، المحاوله من سامي النجعي، لكن رايه موجوده وتسلل، رايه موجوده وتسلل، نرفع من الاول